اهلا بيكو. اسمحوا لي ان انا النهارده في الفيديو ده اتكلم معاكو عن زيكو. مين زيكو ده بقى؟ ده القصه بتاعتنا اللي نتكلم عليها في الكورس ونتعرف عليه مع بعض بسرعه. زيكو الحقيقه عباره عن شاب حب يعمل كافيه بيزنس لروحه يشتغل فيه علشان يهرب بقى من الوظائف ووجع القلب بتاع ان هو يبقى شغال في وظيفة. فقال انا هعمل زيكو كافيه. زيكو فتح القهوة بتاعته أو الكافي شوب بتاعه في مكان مناسب، بيجيله في مجموعة من الناس المفروض إن هو بيقدم الخدمات بتاعته للزباين اللي بيجوله، بيطلبوا منه شاي وقهوة ويطلبوا منه السكر اللي هيحطوه فيها. وبالتالي عمنا زيكو ده عنده سبلاي تشين. السبلاي تشين دي من خلالها بيقدر يقدم الخدمات بتاعته للناس اللي بيجوله. عادة بيبقوا مبسوطين، لكن ساعات بيبقوا متضايقين وهم من حاجة من الخدمات ما عجبتهمش. فده اللي بيحاول زيكو ان هو دايما يحسن مستوى الخدمات بتاعته بحيث ان الناس دايما تبقى مبسوطة عنده ويكونوا والبيزنس بتاعه يكبر. المفروض في الكورس بتاعنا هنتكلم على السبلاي تشين بتاعت زيكو او زيكو كافيه. سبلاي تشين دي هيبقى فيها سبلايرز اللي هم هيشتري منهم الشاي، هيشتري منهم القهوة، وهيشتري منهم مثلا السكر. دول السبلايرز دول زيكو بياخد منهم الحاجات دي ويعمل الشغل بتاعه في القهوة. وبعد ما يجهز الشاي أو القهوة بياخد الكلام ده ويقدمه للسبلاير بتاعه، للزبون بتاعه. في نفس الوقت الزبون بيدفع له فلوس، من خلالها زيكو بيقدر يدفع مصاريف التشغيل بتاعة القهوة بتاعته ويدفع تكاليف السبلايز بتاعته. بيحاول زيكو بقى من خلال الشغل بتاعه ان هو يكبر البيزنس بتاعه ويشتغل فيه حاجات مختلفة. بيحاول يأوبتمايز الشغل بتاعه علشان يقلل التكاليف ويزود الأرباح. بيحاول يعمل كاستمر سيرفيس كويس علشان الناس تحسن من سمعته في الشغل بتاعه، وهكذا البيزنس بتاعه يكبر ويزدهر بإذن الله. هنحاول احنا من خلال شغلنا في الكورس ده ان احنا نتابع زيكو ونشوف بعض الأمثلة البسيطة على شغله وعلى حاجات تانية يعني، لكن دي القصة العامة. لأن الحقيقة من الناس اللي بحب أشجع الشباب ان هم دايما يحاولوا يعملوا البيزنس الخاص بيهم احسن ما يدور على وظيفة. لكن واقع الامر طبعا ان اغلب الناس بتشتغل في وظائف، لكن مع ذلك احب اشوف جزء كبير منكم بيفتح البيزنس بتاعه وعنده الفكرة بتاعته اللي يبقى بيها انتربرنور ناجح ان شاء الله. فاحنا في الفيديو ده اتعرفنا على زيكو بسرعة. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية نبتدي برضو نتكلم عن
الجوانب المختلفة في السبلاي تشين، وإزاي نشغلها بأحسن وسيلة ممكن. أشوفكم على خير إن شاء الله.